للمتابعة أكثر سيكون معنا مباشرة من بغداد واثق الجابري المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ واثق. إذا نتابع معك الحديث، ما هي الإجراءات الأقرب أو التوجهات الاستراتيجية المحتملة في ظل التطورات التي من الممكن أن تحصل في مقبل الأيام؟ نعم، شكرا جزيلا لكم، تحية لكم والمشاهدين الكرام. أهلا. يعني أكيد اليوم يعني بعد كل هذه الاجتماعات التي يعني حدثت بين الرئاسات الثلاث واجتماع الرئاسات مع فصائل من الحشد الشعبي، أكيد الحكومة العراقية اليوم تنظر بتمعن بهذه القضية، وربما يعني التصرف كان حكيما يعني من قبل يعني القوى السياسية من الرئاسات والقوى الأخرى، حيث أناطت كل المسؤولية الرد والتصرف و كل الإجراءات التي يمكن أن تتخذ عن طريق الحكومة العراقية، حتى التصريحات لا يمكن لطرف من الأطراف أن يتصرف لوحده أو يصرح تصريحات ربما تؤدي بالنتيجة إلى جر العراق إلى ساحة حرب هو بعيد عنها، وربما يراد له أن يجر إلى هذه الساحة، وبالنتيجة الحكومة العراقية هي يعني ستجري بعض التحقيقات وبعد خروج هذه النتائج تبيانا يمكن العراق ان يتخذ خطوات، يمكن ان تكون عن طريق الشكوى الى مجلس الامن او ربما اجراءات اخرى يتخذها العراق. يعني هذه ما استاذ واثق، يعني انت ترى بان من استهدف هذه المقار ربما هو حدد اسلوب الرد وحتى التوقيت يراد بهما يعني جر العراق الى هذه الحرب. نعم، هي اكيد لانه اليوم هذه الاحداث يعني اتت يعني متزامنه مع الاحداث يعني مع القصف الاسرائيلي الى لبنان والى مقار اخرى في سوريا، بالاضافه الى المقدمات التي كان يطرحها دائما الجانب الاسرائيلي من تصريحات سواء من وزير وزير الدفاع او بعض التسريبات الاعلاميه او بعض ما سمي بالحرب النفسيه التي اريد لها كل هذه المقدمات من اجل زج العراق في يعني خلق نوع من العدو النوعي، واختيار الحشد الشعبي بالذات لاجل خلق نوع من الصدام، ربما هم يراهنون على انفلات الامور وزج العراق حتى يدخل بهذه الحرب، يعني ربما يتصرف فصيل او ربما يكون هناك تصرف انفرادي وبالنتيجه يكون مبرر للعدوان على العراق، وبالنتيجه اليوم بعد كل هذه الاجتماعات وبعد الدراسه المتمعنه للقضيه يبدو ان القوات العراقيه او نعم سيد واثق، لكن هناك توعد من قبل بعض الفصائل بانه ربما ان يكون هناك رد او حتى مواجهه، ترى بان هذا القصف قد نجح ربما بتقسيم او ربما عنون الحشد الى قسمين وهما يعني حشد دوله وكذلك حشد فصائل؟ يعني اليوم اذا عدنا الى الحشد يعني بعض القوى الحشديه هي يعني ما تسمى بالحشد التي ضمن يعني منظومه رئاسه القياده العامه للقوات المسلحه والتي انضوت وربما في القرار الاخير للحكومه بضم هذه الى القوات الامنيه، هي من تستجيب الى كل يعني كل الاوامر العسكريه، اما بعض التصريحات فهي اعتقد تصريحات فرديه لا تمثل شيء، وربما بعد الاجتماع ربما تتراجع هذه المواقف وتبدو اكثر تعقلا واكثر تفهما لطبيعه المخاطر التي تداهم العراق في المرحله القادمه، لذلك يعني هذه التصريحات انحصرت باشخاص قد لا تمثل مواقف رسميه لهذه القوى، وقد تتراجع هذه القوى الى ان تبقى الامور موحده افضل من التصرف الفردي. طيب، يعني مجلس الامن سيعقد يوم غد جلسه خاصه حول العراق، وكما بات معروفا بان العراق اتخذ هذا المسار الدبلوماسي ويقترح بان يتم تدويل هذه القضيه، هل سينجح العراق بربما يعني أن يحصل على الدعم يوم غد في هذه الجلسة، أم تعتقد ستكون هناك ربما سيناريوهات مغايرة للتوقعات؟ يعني وهي الصورة التي أعطيت ربما للحشد الشعبي كأنما هي يعني صنفت يعني عند بعض الدول بأنها قوات تابعة لإيران أو قوات إيرانية، وهذه يعني النظرية ربما نقلت بشكل سلبي يعني عن العراق اولا. الشيء الثاني
كل القرارات الدولية السابقة والقادمة التي تتخذ ضد إسرائيل هي أما تقابل بالفيتو الأمريكي أو لا تنفذ أو لا تلتزم إسرائيل نهائيا بكل القرارات الدولية، كل تضرب كل القرارات الدولية عرض الحائط، وبالنتيجة يعني هي مجرد قرار. وأعتقد أكيد يعني سيكون تضامن دولي، لأن بالنتيجة هذه تهديد للسلم الأهلي، تهديد للسلم المنطقة الإقليمية، وبالنتيجة العراق اليوم خلال يعني بعد فترة الحرب على داعش وبعد هذه كل هذه المخاضات التي مرت به، كان يعني وضع العراق هو منعكس على المنطقة، وبالنتيجة يعني استقرار العراق سيكون انعكاسه أيضا على المنطقة. إذا لم يستقر العراق لن تستقر المنطقة، وإذا لم تدرك أيضا الدول الإقليمية هذا الخطر عليها، يعني بنفس الوقت عليها مساندة العراق بهذا الموقف، وبالنتيجة هو موقف يعني يهم هذه الدول كما يهم العراق. إذن المحلل السياسي الأستاذ واثق الجبري كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك.